السلام عليكم. بالنسبة للشقة ديت، هي مساحتها صافي 90 متر، 3 غرف وصالة. الشقة في الفاتح، 5 دقايق لمحطة المترو و5 دقايق لمحطة الترامواي مشي، يعني هي بين المترو وبين الترامواي. الشقة في الدور التاني، وطبعا لما نخلص نشوف الصور مع بعض كلنا أشرح لكم بالتفاصيل عن الشقة ديت أكتر. المالك طالب فيها 150,000 دولار، زي ما احنا كده شايفين الشقة على المفتاح. ولو عجبتكم هتقعدوا مع المالك إن شاء الله ونتكلم معاه مباشرة. السلام عليكم. والله ناس كتير بيقولوا لي علي، احنا كنا عايزين نشوف منك تعرض لنا شقة كويسة وجميلة، ما في اليد حيلة، لكن لعل الإنسان بس يريد من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق في العمل. فالحمد لله من هنا ورايح زي الشقة ديت، وهتشوفوا شقق جميلة وبأسعار معقولة هتكون في متناول الجميع. الشقة اللي انتوا شفتوها ديت 150,000 دولار، لكن هي 3 غرف وصالة في الدور التاني، ولا تقول لي رابع ولا خامس ولا الكلام ده. بسم الله ما شاء الله في الدور التاني، يعني ما فيش تعب السلالم ولا اي حاجة. تاني حاجة، جنبيك محطة المترو، 5 دقايق مشي لمحطة المترو و5 دقايق مشي لمحطة الترامواي، الاتنين جنب بعض، جنب الشقة كل حاجة. تاني حاجة، المواصلات، لما اقول المواصلات اقول المترو. انت جنبيك الامنيات، مترو امنيات الفاتح، وجنبيك محطة ترامواي فندق زادة، وجنبيك العيادات والمستشفيات الحكومية، وجنبيك السوبر ماركتات اللي هي ما شاء الله رخيصة بأسعار كويسة جدا، اللي هي الكبيرة، السوبر ماركتات الكبيرة. تاني حاجة، مكان عائلي وأمان وحلو جدا. عايز أقول حاجة صغيرة جدا من قلبي، النهاردة بالليل هتلاقوني هنزل شقة بس بعيدة شوية عن المترو وبسعر أقل. انا قلت الاسعار هتكون في متناول الجميع. الشقه اللي انتوا هتشوفوها ديت ب 58,000 دولار اللي اعرضها على قناه النهارده بالليل. علشان كده لمزيد من الفيديوهات اشترك في القناه وفعل زر الجرس. لكن الشقه اللي انتوا شفتوها ديت دلوقتي تستاهل حقها، سبب ان هي 3 غرف، والشقه ما شاء الله اتجددت زي العروسه، عروسة لما تجهز نفسها وتكون حلوة، فكل حاجة ليها سعرها. وكده عايز اقول لك حاجة كمان، ان شاء الله لما تشوف الشقة ديت على الواقع والشقة اللي انا اعرضها بالليل، الاتنين هيكونوا في الفاتح. لما تيجي وتشوف ديت وديت واللي تعجبك اللي تخش قلبك، هتفاصل منك مع الملك مباشرة، واحنا كدورنا هنترجم معك وهنكون في كل خطوة معاك ان شاء الله لغاية ما تاخد الطابور. تحياتي ليك، و رجاء وليس امرا، ممكن الفيديو بتاع الشقة ديت تعمله شير او مشاركة على جروبات الواتساب، لعل حد ممكن يكون يتمنى يدور على شقة كده في المركز في الفاتح في المواصفات ديت، لعله يلاقيها عن طريق الفيديو ده. شكرا جزيلا وتحياتي. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.